بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس في رمضان. كل يوم في واحد من الناس بنروح نقابل أجمل ناس في مصر، عمال مصر، نقول لهم شكرا على اللي انتوا بتعملوه اللي بيبنوا بيعمروا في نهار رمضان. والفقرة التانية بنلف فيها في جميع شوارع ومحافظات مصر بنقابل الناس الطيبين ونحاول نحقق لهم أمنياتهم. صباح الفل يا رجالة، رمضان كريم. هنروح فين النهاردة؟ هنروح النهاردة مشروع بيتبني، محطة رفع مية شرب، وده مشروع لسه بيتبني بيتعمر، هنروح عليه دلوقتي. تعرف طريقه؟ لا. قول لي برضو اعرف. لا لا ما اعرفش. طيب انا هطلع لك جي بي اس. يلا يلا بينا. طيب اطلع على طول يلا. عايزين تعملوا فزورة النهاردة؟ والمكسب واللي هيكسب 1000 جنيه؟ سهلة يا دكتور. سهلة؟ مش عايز حد يمسك الموبايل. ماشي. امشي انت سوق، انت خليك على طول. انت هتبص لي. مسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سنة اتعرض فيها كان سنة كام؟ 90. 80 يا دكتور. 90. 80. 96. 92. لا لا 2002. 80. مسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعرض فعلا سنة 80. مبروك، سقفوا لزمايلكم وكسب 1000 جنيه. مبروك عليك ال 1000 جنيه. مني ليك اهو، امسك. دوم لو. شكرا يا دكتور. خليك انت سيد، رايح فين؟ هتلبس هتلبسني في حيطه كده. اطلع على طول يلا. مبروك. انت جبتها ازاي دي؟ انت جبتها ازاي دي؟ كنت بتفرج عليها يا دكتور. المسلسل ده كان بيجي على السحور. كان عندي السحور سنه 80؟ لا انت كنت ولدت سنه 80؟ لا مش سنه 80 يا دكتور، انا كان عندي ساعتها كنت في اولى ثانوي. كنت بتفرج عليها. هو كان مسلسل كمان اسمه عمر عبد العزيز. لا ده مسلسل تاني في تاريخ تاني ده. ترجع الالف يا انت صايم اوعى. طيب مبروك عليك يا حبيبي. خليها على طول يلا. احنا رايحين مشروع محطه رفع ميه شرب، ده بيغذي منطقه 2350 فدان، بيخدم حوالي 100,000 وحدة سكنية. انت عارفين كده مساحة المحطة حسب معلومات اللي جايه لي 15,000 متر. كمل على طول، احنا قربنا يعني تقريبا وصلنا. بس نزلنا انا هنا كده، وقف هنا كده. يلا بينا. السلام عليكم. صباح الفل، رمضان كريم عليكم. انتوا طيبين. اتعرف بحضرتك. مصطفى محمد. من ايه؟ بشرف في الشركه الدوليه. تعملوا انتوا بتعملوا هنا ايه يا مصطفى؟ محطه ميه. ايه بقى اشرح لي بتعملوا ايه؟ هنا خزانين ارضي، معمبر طرمبات، مخزن، مبنى اداري اللي قدام شويه، مولدات هنا تمام، ورا هنا الورشة وعنبر كلو. المحطة دي بتعمل ايه؟ تخدم كام بيت؟ هتخدم المرحلة الثانية في حديقة العاصمة. 10,000 واحد. مهندس شحتة حسن، المدير التنفيذي للمحطة. اهلا بيك. اهلا في الشركة الدولية. دي محطة رفع مياه. رفع مياه. تخدم 10,000 وحدة سكنية. ما شاء الله. اتعرف بحضراتكم. السيد محمد مظهر. منين؟ من البحيرة، مركز شبرا خيط. بتشتغل ايه؟ عازل كيميائي، مواد البناء الحديث. وحضرتك؟ عبد محمود عنان. منين؟ من البحيرة برضه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. تعال حضرتك اتعرف بحضرتك. جمال عبد محمد سعد الدين. منين؟ من سوهاج، مركز دار السلام. اهلا وسهلا. سهل ايه؟ انا معجب ميه للعمال هنا عشان يشتغلوا. ربنا يكرمك. وحضرتك؟ محمد البانسي. منين؟ من طنطا. اشتغل ايه سيادتك؟ بار محارب. وحضرتك؟ علاء حسن صار عربي من طنطا. اشتغل ايه؟ بنا. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ثلاثه. مين ومين ومين؟ احمد والسيد. السيد احمد في الهندسه، داخل هندسه فاضل له سنتين وخرج. هيطلع باشمهندس جميل ان شاء الله. ربنا يكرمك. الله يخليك. وبنت عندها 10 سنين. بتدعي ربنا كده على الفطار، تقول يا رب نفسك في ايه؟ يكرم عيالي. يا رب يكرمهم ويكرم كل عيالكم يا رب. الحمد لله. يكون احسن باشمهندس ان شاء الله. حضرتك منين؟ مصطفى محمود حسين ورق يا باشا. اشتغل يا مصطفى. بنا باشا. طيب بصوا يا جماعه، احنا مش عايزين نعطلكم، انتوا بتعملوا مشروع عظيم. هنسالكم كده شويه اسئله، يجاوب هيكسب. ماشي؟ يلا. مين الأديب المصري اللي فاز بجائزة نوبل؟ نجيب محفوظ. برافو عليك، تعالى مبروك 1000 جنيه هدية من واحد من الناس لحضرتك.
السؤال الثاني، معبد الكرنك مكانه فين في مصر؟ الأقصر. تعالى، برافو عليك. اسمك ايه؟ منين يا اسلام؟ من طنطا. من طنطا، مبروك 1000 جنيه واحد من الناس. السؤال الثالث لكم في الكرة، مين صاحب هدف صعود مصر لكأس العالم سنة 1990؟ حجاج عبد الغني. هدف صعود مصر 90؟ حسام حسن. حسام حسن، برافو عليك، مبروك، ألف مبروك، 1000 جنيه من واحد من الناس. أول بطولة دوري مصري كانت سنة 1948، مين اللي فاز بيها؟ الأهلي ولا الزمالك؟ الأهلي. تعال مبروك أنت صح، الأهلي. هو الأهلي كسب. يلا الفرصة جاية لسه تاني. طيب مين الهداف التاريخي للنادي الأهلي؟ حسام حسن. حسام حسن. ها؟ خطيب. مين الخطيب؟ تعالى مبروك 1000 جنيه بواحد من الناس. طيب مين الهداف التاريخي لنادي الزمالك؟ ها؟ مين قال؟ تعالى. يا سلام، ده انت مذاكر. اسمك ايه؟ ابراهيم. منين؟ من الشرقيه. زملكاوي؟ طيب قال احسن ناس برضه. مين اهلاوي ومين زملكاوي؟ اهلاوي. الاثنين حبايبنا. طيب منتخب مصر فاز بكاس الامم الافريقيه كام مرة؟ ست مرات. تعال مبروك، 7 مرات فعلا، مبروك. سقفوا له. انت شاطر. اسمك ايه؟ عمر محمد. انت منين يا عمر؟ الفيوم. تشتغل هنا ايه؟ سواق لودا. طيب مين المدرب اللي فاز بكأس الأمم الإفريقية كلاعب ومدرب؟ حسن شحاتة. حسن شحاتة. طب أنا يعني عشان خاطري. مين المدرب اللي فاز بكأس الأمم الإفريقية كلاعب ومدرب؟ حسن حسن يا باشا. حسام حسن. أسهلها شوية. هقول اسمين. طيب حسن شحاته ولا محمود الجوهري؟ محمود الجوهري. مبروك. طيب كم مره فازت مصر بكاس الامم الافريقيه خارج ارضها؟ 5 مرات. 6 مرات هندسه. 5 مرات. 4. مين 4؟ 4 مرات. مبروك. اسمك ايه؟ محمد. منين يا محمد؟ غربيه. تشتغل ايه؟ باد محاره. اتفضل، 1000 جنيه واحد من الناس. مين أكبر لاعب سناً سناً شارك مع المنتخب في مواجهات رسمية عبر التاريخ؟ تعالى. اسمك إيه؟ عصام الحضري. فعلاً مبروك 1000 جنيه من واحد من الناس. يا جماعة كل سنة طيبين، رمضان كريم عليكم. انتوا بتبنوا مشروع عظيم، مشروع محطة مية. احنا بنقول عليكم اجمل ناس في مصر، في واحد من الناس، وانتوا اجمل ناس في مصر فعلا. كل سنة طيبين، رمضان كريم عليكم. وانا هستأذنكم وامشي عشان انا عطلتكم. شكر جدا جدا، انا بس جاي اقول لكم كل سنة طيبين. عايزين اي حاجة؟ زي ما شفنا بيشيدوا بيبنوا محطة مية تخدم 10,000 وحدة سكنية، يعني 100,000 شقة تقريبا. شيء عظيم، شيء جميل، بيتبني في نهار رمضان. العمال الأفاضل دول هم اللي بنوها، بيعمروها، وعشان كده قلنا لهم رمضان كريم، كل سنة وهم طيبين.